إلى أي شارع، وصلنا إلى كل الطرق، وتحولنا من منطقة إلى أخرى خطيرة جدا. لكن برافو جلال، برافو جلال حسن في التوقيت المناسب يتدخل من أمام علي صالح ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى ركلة ركنية. هذه اللقطة، هذه المحاولة، وهذا كايو، هذا كايو مفتاح لعب مميز بالنسبة للمنتخب الإماراتي. ونعلم تماما بأن الإمارات يا علي مبخوت يا كايو هم الاثنين القادرين على صناعة الفارق، لكن برافو جلال، برافو جلال، برافو جلال.